جايين لهنا كلوشارات في المجلس يحبوا يمارسوا البانديتيزم. الناس هذوما مرضوا على الاستبداد، ما يعرفوش الحرية والديمقراطية خنقتهم، ما ينجموا يخدموا. كان في برلمان بصوت واحد ولون واحد والله واحد بن عليه ما كيفو حد، بل ومصيبة جابها جات من البرلمان هذي. كلوشارات وبانديا كلمتين قالتهم نايبة النهضة جميلة الكسيكسي النواب الدستوري الحر، اللي هما بدورهم عبروا عن استنكارهم لهذه النعوت، رفضوا التصويت واعلنوا اعتصامهم في قاعه الجلسه. ورغم انه رئيسه البرلمان اعتذرت في بيان رسمي وتعهدت بسحب كل العبارات المنافيه من مداولات الجلسه، الا انه رئيسه كتله الدستور الحر عبير موسي تمسكت بموقفها واعلنت مواصله الاعتصام، وطالبت كتله النهضه اللي نعتتها بالتنظيم الاخواني بالاعتذار الرسمي. احنا معتصمين والاعتصام بتاعنا مفتوح ومازال متواصل الى حين رد الاعتبار. رئيسة المجلس تصدر بيان واضح في التنديد بما حصل يوم أمس، ويقع سحب الكلمات هذيك من مداولات المجلس، ويقع التعهد بعدم تكرار هذه المخالفات، والناس تحترم أنفسها تحت قبة البرلمان، ويخرج بيان اعتذار رسمي من كتلة تنظيم الإخوان وينشر للصحف وللرأي العام يرد الاعتبار لحزبنا ولكتلتنا. مناوشات الجلسة العامة ألقت ظلالها على اجتماع لجنة المالية الوقتية اللي تم رفع أشغالها اليوم الصباح بعد الشجار بين عبير موسي وسمير ديلو. نحن في كتلة النهضة ما عندناش الدكواد مزن، وكي واحد يغلط منا نقولوا راه غلط، ولكن أن واحد باش يجي يعمل فوكس على كلمة ولا على لقطة باش يغطي بها الآخر الكل، لا مجال إليه، وهنا نقولها لا مجال إليه. كيما نغزروا ما عندناش في مجلسنا هذا كلوشارات، أيضا ما عندناش دواعش. لا عندنا دواعش. عندنا. اللي يدخل شعار رابعة دواعش. خلي عادي كمل عاد. اللي يدخل شعار رابعة دواعش. خلي كمل عاد. كلوشار سبعة، دواعش حتى سبعتين. ريما تجي تجيك في رقعة في سبعة. احنا. المناوشات بين النهضة والدستور الحر انطلقت منذ الجلسة الافتتاحية، وإن كان فما خلاف بين راشد الغنوشي وعبير موسي على أداء القسم، وعلى ما يبدو ماهيش باش تكون الأخيرة، إنما باش نراو العديد منها خلال الفترة النيابية الحالية.